الأمير عبد الرحمن بن مساعد يكتب قصة الذهب بقيادة السفينة الزرقاء لبر الأمان رغم كل المخاطر. ريكارد يبدي إعجابه بقطبي كرة القدم في المنطقة الغربية والمعجم. يكشف قصة مفاوضات الاتحاد. الاتفاق يكسب احترام الجميع ويؤكد استحقاقه للدعم خارجيا. ومعاد يفسد فرحة برودوم بعودة القاضي وتفارين. النصر يغلق أبوابه من أجل الأنصار وفيكتور سيموس يؤكد عبر كورة: لست ميسي لأسجل في كل مباراة. أنتم تتابعون برنامج كورة مع تركي العجمة. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، أهلا وسهلا بكم مشاهدي برنامج كورة على قناة خليجية ومستمعي روتانا فم في المملكة العربية السعودية في موعدكم الثابت 11:30 والذي نناقش فيه أحداث الكرة السعودية. نبدأ كما اعتدتم بأخبار شوتي. عبد الهولندي فرانك ريكارد مدرب المنتخب السعودي الأول لكرة القدم إعجابه الكبير بما شاهده في النادي الأهلي من منشآت رائعة وعمل منظم. جاء ذلك خلال زيارته للنادي حيث التقى الأمير فهد بن خالد رئيس النادي الأهلي، واجتمع ريكارد خلال الزيارة بمدرب الفريق الكروي الأهلاوي الأول كارل جالوليم من منطلق التعاون بين الأجهزة الفنية في المنتخب والأندية، كما تابع جزءا من تدريب الفريق الأهلاوي. ووصف ريكارد أكاديمية النادي الأهلي بالصرح الرياضي الكبير الذي يجسد الاهتمام الحقيقي بالفئات السنية كما هو الحال في أوروبا، مشيدا بالإمكانيات الكبيرة التي شهدها في النادي الأهلي وأكاديميته المذهلة على حد تعبيره. وقال أنه يتطلع أن تكون هناك أكاديميات ممثلة منتشرة في المملكة العربية السعودية على غرار ما شاهده من عمل منظم في النادي الأهلي، مما سينعكس إيجابا على مستقبل الكرة السعودية والمنتخبات الوطنية، كما أشاد بالأجهزة الفنية في الأكاديمية ودورها في صقل وإعداد المواهب. ومن جهة أخرى، زار الجهازان الفني والإداري للمنتخب السعودي اليوم نادي الاتحاد والتقيا رئيس النادي الذي أكد ثقته في قدرة المنتخب السعودي على تجاوز أستراليا وحصد بطاقة التأهل إلى المرحلة النهائية من التصفيات الآسيوية المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم، مبديا إعجابه بالمدرب ريكارد لاعبا ومدربا ومتمنيا له التوفيق في مهمته مع المنتخب. من جانبه ذكر مدير المنتخب الأستاذ خالد المعجل بأنه تربطه علاقة قديمة برئيس النادي حيث قام بمفاوضته عندما كان لاعبا في نادي الشباب للانتقال لنادي الاتحاد في عام 1409، إلا أن عدم تطبيق نظام الاحتراف في تلك الفترة لم يسمح له بالانتقال. وجد سويدي ويلهامسون المحترف في صفوف فريق الهلال الأول لكرة القدم مساء اليوم في عيادة النادي حيث تلقى جرعات عياجية إثر الكدمة التي خرج على إثرها من مباراة نهائي كأس ولي العهد أمام الاتفاق. وبحسب الجهاز الطبي فإن الكدمة لن تعيقه عن المشاركة في تدريب يوم غد الأحد، فيما واصل الثنائي محمد نامي وعبد العزيز الدوسري برامجهما التأهيلية في الوقت الذي يعود فيه لاعبو الفريق مساء غد الأحد لأداء تدريبات استعدادا لملاقاة مضيفة من الاتحاد مساء يوم الثلاثاء المقبل في جدة ضمن الجولة 20 من دوري زين السعودي للمحترفين، وذلك بعد أن تمتع اللاعبون براحة اليوم السبت. وسيكون ميران الغد مغلق أمام الجماهير ووسائل الإعلام، وذلك كما هو مقرر بإغلاق التدريبات قبل المواجهات الرسمية 48 ساعة. يغلق الكل بما ترانا مدرب فريق النصر الأول لكرة القدم غد الأحد الأبواب المؤدية لتدريبات فريقه من أجل عمل اللمسات النهائية على تحضيرات مواجهة الفريق المقبل أمام الأنصار الثلاثاء المقبل ضمن منافسات الجولة 20 من دوري زين السعودي للمحترفين. وكان فريق النصر قد واصل اليوم تدريباته تحت إشراف المدرب ماتورانا، وجاءت البداية بتدريبات لياقية متنوعة ثم قسم اللاعبين لأربع مجموعات طبقت كل مجموعتين جمل تكتيكية تعتمد على اللاعب من لمسة واحدة والتحرك بدون كرة والتسديد من زوايا مختلفة. بعدها أجرى مناورة على كامل الملعب وشارك فيها جميع اللاعبين باستثناء سعود حمود الذي وصل الجري حول الملعب. وصلت الإصابات ونقص العددي مطارداتها لفريق الشباب الأول لكرة القدم حيث لم يهنأ المدير الفني للفريق البلجيكي ميشيل برودون بعودة ثنائي الدفاع البرازيلي مارسيلو تفاريس ونايف القاضي إلى التدريبات الجماعية بعد فراغهما من برنامجهما التأهيليين الطبيين، إلا وعاد إلى دائرة قلق الإصابات مجددا بسبب ملازمة لاعب فريقه حسن معاذ لغرفة العلاج الطبيعي اليوم بسبب معاناته من آلام المفصل. وأخضع برودوم اللاعبين فهد حمد ميم الدوسري صالح القميزي سعيد الدوسري فهد المنيف عبد الله الشهيل إلى تدريبات خاصة تحت إشراف مساعد المدرب إيميلو فييرا.
ويسعى مدرب الشباب جاهدا في مباراة التعاون المقبلة إلى الحفاظ على صدارة الفريق التي حصل عليها في الجولة الماضية. تلقت إدارة منتخبات البراعم دعوة للمشاركة في بطولة ودية للبراعم تقام في جمهورية النمسا خلال شهر يوليو القادم، وسيقوم الجهاز الإداري بالتشاور مع الجهاز الفني حول قبول الدعوة أو الاعتذار عن المشاركة. وعلى صعيد متصل، انطلقت صباح اليوم السبت فعاليات المهرجان الثالث بمشروع منتخبات البراعم 2022 في منطقة مكة المكرمة، وأقيمت الفعاليات على ملعب مدينة الملك عبد العزيز بالشرائع، وتم اختيار 13 لاعبا من التصفيات الأولية والنهائية للاعبين تحت 14 عاما لتسجيلهم بمركز التدريب، حيث تم أخذ بياناتهم وتسجيلها في قاعدة البيانات المخصصة للمهرجان. أهلا وسهلا بكم مشاهدينا الكرام، اسمحوا لنا في بداية الحلقة نرحب بضيفينا معنا في الاستوديو الأستاذ محمد السويلي مدير عام كرة القدم بنادي النصر. مساء الخير كابتن. أمسي عليك أخوي تركي بالخير، ومسي على المشاهد الكريم والمستمع كذلك، وسعيد أيضا بالتواجد معكم، وأيضا سعيد بالتواجد مع الأستاذ بدر الغانمي ضيف الآخر طبعا. ينضم معنا إن شاء الله في وقت لاحق متى كان جاهزا الأستاذ بدر الغانمي رئيس تحرير صحيفة النادي. نبدأ مباشرة بأخبار شوت. المدرب الهولندي فرانك ريكارد مدرب المنتخب السعودي يبدي إعجابه بالأهلي والاتحاد بعد زيارته للناديين من خلال طبعا البرنامج المعد لزيارة المدرب للأندية السعودية، أشاد كثيرا بما شاهده في الأكاديمية الأهلاوية. في البداية أخوي تركي لو سمحت لي حقيقة أحب من خلال هذا البرنامج أبارك لنادي الهلال حصولهم على كأس ولي العهد، وكذلك أبارك للفريق الاتفاق الحضور الإيجابي من خلال المستوى الفني العالي في هذا اللقاء، وأنا أبارك للفريقين كذلك للحصول على الأهم وهو السلام على اسمه سيدي ولي العهد. أعتقد هذا هو البطولة الحقيقية وهي الأهم من خلال الحدث الرياضي اللي شاهدنا أمس، وكان جميل بكل محتوياته بضيف الشرف وبضيف الحفل وأيضا بالمستوى الفني العالي لكل الفريقين. بالنسبة لسؤالك يا أخوي تركي، أنا حقيقة فعلا كنت واقف من خلال زيارة السيد ريكارد والجهاز الإداري المسؤول عن المنتخب السعودي لنادي النصر، كنت موجود حقيقة وجدت حقيقة هناك حرص واهتمام كبير جدا في تجاوز المرحلة بنتائج إيجابية بالوقوف على مستويات اللاعبين ومناقشة المعنيين سواء الجهاز الفني أو الإداري أو الطبي. أنا أعتقد أن هذه يعني بوادر إيجابية. السيد ريكارد ذكر أندية تعتبر هي من أميز الأندية، كذلك نادي النصر، وكذلك أيضا وجود أندية قادرة فعلا أن تضيف من خلال الإمكانيات الموجودة عندها سواء الإدارية أو الفنية، وكذلك وجود عناصر كبيرة جدا تملك مستوى فني عالي، يفترض أن يكون هناك احتواء من فترة زمنية طويلة جدا حتى يكون هناك محافظ على هذه المواهب، وبالتالي تعطينا مخرج فني في المستقبل بشكل جميل جدا. أعتقد أن هذه خطوة جيدة وخطوة مباركة من قبل الجهاز الفني أو المعنيين بالمنتخب السعودي بشكل كامل. الأكاديمية الأهلاوية هذه لا شك أنه من قيمها ناس وخبراء مختصين على مستوى العالم، قيموا أنه هذه تعتبر من أميز الأكاديميات على مستوى الشرق الأوسط، وأعتقد أنه العمل الجبار اللي يقوم فيه سمو سيدي الأمير خالد بن عبد الله بن عبد العزيز لا شك ولا غبار عليه من خلال الفكر الموجود من خلال المتابعة المستمرة، وأنا أعتقد أن الأكاديمية ستنجح طالما عنوانها سمو الأمير خالد بن عبد الله. طب جاهز معنا الآن سيد بدر الغانمي من جدة، مساء الخير سيد بدر. الله يمسيك بالنور والسرور ويمسي ضيفك الزميل الإعلامي، أعتذر حقيقة في لغة جميلة والمقردات اللي يطرحها محمد السويلم، أعتبره إضافة لنادي النصر وللوسط الرياضي. أستاذ بدر، زيارة السيد ريكارد اليوم للأهلي والاتحاد أثنى كثيرا على الأكاديمية الأهلاوية، وفي زيارة سابقة أثنى كثيرا على الفئات السنية في نادي النصر، يبدو أن المدرب يهتم كثيرا بالفئات السنية داخل الأندية. بدون شك هذه رؤية المدرب الواقعي والمدرب اللي عنده أرضية صلبة يعمل عليها، لكن أنت بتتكلم عن لماذا لم يثني على أكاديمية الاتحاد، هذا هو السؤال أيضا، مع أنه الاتحاد لديه فريق شباب وفريق ناشئين قوي. طبعا هذا ليس موضوعنا، لكن أنا أشير إلى هذه النقطة لأنه أشعر أنه أكاديمية الاتحاد كان يفترض أن تكون تسير في نفس مسار الأكاديمية اللي تجاورها في الحي المجاور فقط النادي الأهلي، لكن للأسف الشديد هناك طبعا عوامل كثيرة منها تسليم الأمر إلى شخص
لا يملك المسؤولية حقيقة الجيدة ولا الخبرات الجيدة، وخروج فريق كامل من الأكاديمية أضر كثير بالقاعدة في نادي الاتحاد، وأنا أعتقد أنه هذا سيضر أيضا بالكرة السعودية لو استمر الوضع على ما هو عليه. السبب يعني ما جاوبتني، ليش ريكارد حريص كثير على مسألة الفئات السنية؟ المدرب الوحيد في المنتخب السعودي أو في الفترة الأخيرة اللي حضر الكرة السعودية يركز كثيرا على الفئات السنية، هل هذا مؤشر أنه ريكارد يجهز خلينا نقول خطة بديلة في حال لا سمح الله المنتخب السعودي ما تأهل في مباراة أستراليا، أنه يبدأ العمل على مرحلة جديدة في الكرة السعودية؟ هل هذا نوع من المؤشر؟ أنا يعطيني ثقة في أنه ريكارد لن يغادر، ومعنى هذا أنه سيكمل عقده مع الاتحاد السعودي لكرة القدم، وهذه الحقيقة بوادر طيبة ما كانت تحدث سابقا، كنا لا نسمع إلا إقالات، لكن أن يأتي الآن الحديث على أن ريكارد سيستمر مع الاتحاد السعودي لكرة القدم حتى لو لم يتأهل المنتخب، وهو ما لا نتمناه، ولكن نتوقع إن شاء الله دائما نفكر بتفاؤل دائما، ونتمنى إن شاء الله نتجاوز أستراليا. لكن أنا بقول أنه ريكارد يمس حقيقة موضع الألم في الكرة السعودية، وهو تهميش القاعدة. يعني تصور الأعمار التي يزورها ريكارد الآن 10 سنوات و12 سنة و14 سنة ليس لهم دوري حتى الآن، فأتصور أنه هذه يعني إضافة جديدة، أتمنى أن تخرج هذه الزيارات بخطة تنفيذية تخدم هذه القاعدة وتؤسس لمستقبل جيد بالنسبة للقاعدة السعودية. محمد، أنا أضيف نقطة مهمة جدا، وهي أنه السيد ريكارد يوجه رسالة ولكن بشكل غير مباشر، أنه يفترض أن ينطلق مفهوم الاحتراف من خلال هذه الفئة، اللي يفترض أنه نصنع ونغذي هذا الفكر الموجود والمقرون بالمستوى الفني والموهبة من خلال يعني فعلا استراتيجية وعمل احترافي ينطلق من خلاله هذا اللاعب وهذا النشأ أو هذا البرعم، حتى نصل إلى مرحلة جدا متطورة ومتقدمة يكون مردودها الإيجابي على مستوى الأندية، فبالتالي يكون المخرج الفني يعني إيجابي بشكل كبير جدا للمنتخبات السعودية اللي فعلا افتقدته في المرحلة الأخيرة. الخبر الثاني معنا محمد معني أنت فيه شوي، النصر يغلق أبوابه من أجل الأنصار. هي استراتيجية موجودة لنادي النصر، ولا بد أن نحترم تلك الخصوصية اللي يطالب فيها الجهاز الفني، فأعتقد أنه هو المخول والشخص الوحيد اللي يملك القرار، ونحن أدوات فعلا وجدنا للتحاور مع المدرب وإيجاد كل الأدوات اللي تساعد تحقيق الفرصة لإيجاد عمل مثالي من خلال المباراة القادمة، وأنا أعتقد أن مباراة الأنصار تعكس ثقافة النصراويين من خلال هذا التصرف، وهو احترام الفرق بصرف النظر عن مستواها الفني، وأنا أعتقد فريق الأنصار فريق محترم قدم نفسه من خلال المباراتين الأخيرة بشكل جدا جميل ومميز أمام فريق بطل مثل فريق الاتفاق، وكذلك استطاع أن يفوز على فريق التعاون. اللغة اللي يعني ممكن نتواجد من خلالها من هذا اللقاء، أنا أعتقد أنه هي احترام فريق الأنصار والتواجد معه في كل فعلا حضور فني احترافي يتوافق أيضا مع الرغبة اللي فعلا نتمنى أن يعود النصر كما كان من خلال المباريات القادمة بإذن الله تعالى. تخافون في النصر أنه النصر يكون فريسة جديدة للأنصار؟ أنا أجزم بأن الأمر هذا لن يكون إن شاء الله تعالى، نحترم النصر ونحترم أيضا إمكانيات لاعبينا وقدرتهم الفنية ورغبتهم أيضا، وهذا ما لمسنا من خلال المرحلة الماضية بالتواجد بشكل إيجابي انطلاقا من خلال مباراة الأنصار اللي تعتبر بإذن الله تعالى مهمة ومهمة جدا. أستاذ بدر، الأنصار 4 نقاط في مباراتين، واحدة من أمام الفريق الذي ينافس على مقدمة الدوري مع فرق المقدمة، وثلاث نقاط مع الفريق الذي يقترب منه في خلينا نقول دائرة الهبوط. تتعامل مع الأنصار الآن على أساس أنه الفريق الذي ليس لديه ما يخسر، يعني هو هابط للدرجة الأولى، يحاول أن يحافظ على ماء الوجه قدر ما يستطيع، ما دام المفاتيح اللي كانت مغلقة أمامه من سوء الحظ، وطبعا المسألة فيها سوء اختيار للاعبين، عدم التخطيط بشكل جيد للدوري الزين، دفع ثمنها الآن، فليس أمامه ما يخسره، فما المانع يعني أن يجازف الآن؟ وأنا أعتقد أنه فريق الأنصار يجهز نفسه للهبوط، مع ملاحظة أنه هناك 3-4 لاعبين سينتقلون من الفريق، منهم 2 انتقلوا الآن، 1 للأهلي أعتقد انتقل الموسى، وهناك لاعبين سينتقلون لأندية أخرى،
الشباب الأنصار يحاول قدر المستطاع أن يخرج من دوري زين يعني بصورة جيدة تنسي جماهيره جماهير المدينة المنورة بالذات التي لا يوجد لديها فريق كبير في الدوري زين الهزائم القياسية التي تجرعها هذا الموسم. وأعتقد أنا أعتقد أن الأنصار ممكن أن يخرج من النصر بنتيجة إيجابية. محمد لا أنا ثقة في طبعا هذه وجهة نظر وأنا احترمها ولا شك، قلت لك أنه العامل الأهم هو احترام فريق الأنصار، فأنا أعتقد أنه بإذن الله تعالى ومن خلال ما شاهدتهم في الفترة الماضية أنه سيكون اللاعب النصر إن شاء الله حاضرين من في أمرين مهمين جدا. الأمر الأول هو الفوارق الفنية الموجودة والتي تصب في مصلحة النصر، إضافة إلى أنه فعلا هناك احترام وتقدير لهذا الفريق اللي فعلا جالس يقدم من خلال المباراتين الأخيرة عطاءات مميزة، وفعلا نحسب لها نحن كنصراويين ألف حساب ونحاول أن نتواجد بإذن الله، بل سنتواجد بإذن الله بمثالية من خلال اللقاء إن شاء الله القادم.